معايا على التليفون الناقد الرياضي احمد ناصر حجازي علشان نعرف منه رايه الفني حول المباراه وتاهل كرواتيا لاول مره في تاريخها لنهائي مونديال روسيا 2018. استاذ احمد برحب بيك. برحب بيك يا كابتن عمر وبكل مشاهدينا. طبعا منتخب كرواتيا احنا تابعنا وشفنا بسم الله ما شاء الله عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، ثلاث مباريات على التوالي في بطوله كاس العالم بيلعب 120 دقيقه علشان يصبح رابع منتخب في تاريخ بطوله كاس العالم يلعب الرقم ده في نسخه واحده من البطوله. هل شايف ان منتخب كرواتيا كان عنده دافع اكبر من المنتخب الانجليزي مع ان منتخب كرواتيا كان حالته البدنيه اقل وشفناه في الشوط الاول ان منتخب انجلترا كان هو المسيطر على احداث المباراه. ايه اللي حصل في الشوط الثاني خلى منتخب كرواتيا ينتفض يسيطر يهيمن يصعد لاول مره في تاريخه لنهائي مونديال في مسيرته الكرويه مع زلاتكو داليتش؟ والله يا كابتن عمر انا اعتقد ان فكره اللياقه اعتقد ان هي جزء ذكي شويه من المدير الفني داليتش ان هو في الشوط الاول خلى اللعيبه تهدى بشكل كبير وان هم يلتزموا شويه بنص ملعبهم ما ينطلقوش بشكل كبير لنص ملعب منتخب انجلترا. منتخب انجلترا كمان طريقه اللعب اللي بدا بيها او اسلوب اللعب اللي بدا بيه جاريث ساوثجيت ان هو عارف ان منتخب كرواتيا نص ملعبه اقوى من نص ملعب منتخبه وبالتالي لجا للكرات الطويله اللي تنزل من فوق لعيبه نص الملعب بتوع كرواتيا عشان يختصر بيها المسافات والكره ما تعديش كتير على منتخب كرواتيا. دي في حد ذاتها وفرت كتير من المجهود لمنتخب كرواتيا اللي قدر يستغله بقى في الشوط الثاني وان هو يلعب بشكل جيد جدا وطبعا يوصل للاشواط الاضافيه ويكون اقوى واعلى في المستوى اللياقي وطبعا دي شيء مميز جدا يحسب لهم. يكفي ان هم لعبوا ثلاث مباريات 120 دقيقه منهم مباراه قدام منتخب روسيا، المنتخب طبعا لياقته البدنيه خرافيه وكلنا شفنا ارقام اللاعبين عامله ازاي فده شيء يحسب ليهم بشكل كبير جدا. يعني منتخب كرواتيا اكيد عنده مباراه قويه جدا امام المنتخب الفرنسي، منتخب فرنسا هو الاغلى في المونديال 1.2 مليار. هل انت شايف ان المباراه النهائيه بالنسبه لديشامب هي نفس الطريقه ونفس السياسه اللي هيتبعها خلال مشواره في بطوله كاس العالم؟ يعني دايما بشوف ديشامب انه هو عنده فكر متحفظ ما بيحبش، حتى شفنا تصريحات هازارد وكورتوا بعد المباراه ان هم مستائين من طريقه لعب المنتخب الفرنسي، لكن في الاخر ديشامب بياخد اللي هو عايزه. هل المباراه دي مختلفه؟ ايطالي اكتر منه فرنساوي، يعني متاثر جدا بالمدرسه الايطاليه وبيوفنتوس اكتر منه فرنساوي. تمام. انا اعتقد ان هو اسلوب لعبه هو ما بيغيروش بشكل كبير. دي احد نقاط قوته وضعفه، احد نقاط قوته لان هو هي دي هو الشيء ده اللي هو مميز فيه، ما بيلجاش لاسلوب لعب هو ما يعرفش يلعب بيه. هو مدير فني يعني نقدر نقول من اللي هو بيعمل كل اسلوبه وحاجته من قبل المباراه، مش مدير فني بتاع تغييرات وان هو يقدر يقلب ماتش والحاجات دي. اعتقد هيفضل يلعب بنفس الاسلوب لان هو ده المميز بالنسبه له، هيعتمد على السرعه العاليه جدا للاعبين عنده خاصه طبعا مبابي. اعتقد المباراه هتبقى قويه بشكل كبير جدا لانه المنتخبين مميزين قوي واقوياء وكل واحد فيهم عنده اسلحه. طبعا نص الملعب عند منتخب كرواتيا قوي جدا، خط الهجوم مميز بشكل كبير وخاصه بريسيتش لاعب مقاتل احنا شفناه يعني النهارده عمل مباراه قويه جدا هدف واسيست. اعتقد المشكله الوحيده اللي هتقابل منتخب كرواتيا ان هم بدنيا يعني ما اعتقدش ان هم يقدروا يستمروا اكتر من كده بنفس القوه، الموضوع هيبقى صعب جدا. يعني ما انا كنت لسه اسالك يعني هل ال 120 دقيقه في ثلاث مباريات هتاثر على المنتخب الكرواتي في المباراه النهائيه ولا منتخب كرواتيا بالدفعه اللي موجوده من الرئيسه الكرواتيه من داليتش اللي موجود دايما بيحمس لعيبته ومفيش دايما احمد بحس ان في قرب ما بين داليتش وما بين بالظبط وبحس كمان ان مفيش فرق ما بين اللعيبه وما بين المدير الفني. هل انت شايف ان دي دفعه ممكن تاخد المنتخب الكرواتي لاخر مباراه وقتال وجهد لحد اخر دقيقه ولا منتخب فرنسا بالسرعات اللي موجوده ممكن يستغل الجهد اللي هيكون واضح جدا على المنتخب الكرواتي في المباراه النهائيه؟ ما هي دي النقطه بقى اللي يعني احنا هنعرفها لما نشوف المباراه. انا في اعتقادي ان منتخب كرواتيا هو اكتر منتخب ملتزم وعنده دوافع بشكل كبير جدا ولاعيبته يعني نقدر نقول لك بلغه الكره لعيبه رجاله جدا في الملعب
في كل المنتخبات اللي شفناها في البطوله، ولكن منتخب فرنسا اهدى بكتير. طبعا لعب مباريات يعني تعتبر كانت اسهل من المباريات اللي لعبها منتخب كرواتيا دي، رغم ان طبعا الناحيه الثانيه كانت تبان ان هي كاسامي اقوى، اللي هي الناحيه الثانيه من الـ من الـ من, الـ من القرعه. من الـ اه بالظبط من القرعه، ولكن الناحيه دي كان المباريات البدنيه فيها اعلى بشكل كبير جدا، والمنافسين كانوا على المستوى البدني اعلى، غير طبعا منتخبات يعني بلجيكا مثلا منتخب مميز جدا، ولكن بدنيا مش زي روسيا ولا زي طبعا طبعا انجلترا. وبالتالي انا هو الكلام كله هيبقى على هل ان هم هيقدروا يلعبوا بنفس الاسلوب ده، وان هم يقدروا يجاروا منتخب فرنسا بالشكل اللي هم يحتاجوا يلعبوا بيه، ولا فرنسا تقدر تجرهم لان هي تلعب بالاسلوب اللي هي عايزاه. يعني مين اقرب للفوز يا احمد، هل فرنسا ولا كرواتيا؟ توقعاتك. انا توقعاتي انا شايف ما دي برضو متوقفه على فكره البدنيا، لو بدنيا منتخب كرواتيا قدر ان هو يظبط نفسه وقدر ان هو لعيبته تستشفى بشكل كبير، اعتقد هم الاقرب للفوز، ولكن لو ما قدروش طبعا هتبقى الكفه اميل لمنتخب فرنسا. طيب مباراه يوم السبت الثالث والرابع، احنا عارفين دايما ان الفرق اللي بتخسر وبتخرج من بطوله كاس العالم مش بيكون ليهم نفس بلغه الكوره، بيكونوا محبطين. هل انت شايف ان اتنين مديرين فنيين ممكن يحققوا انجاز يبقى ليهم ذكرى في بطوله كاس العالم، وانجاز يكتب باسمهم ميداليه برونزيه مركز ثالث في بطوله كاس العالم؟ هل انت شايف ان ساوث جيت ومارتينيز عندهم الطموح ده والحلم ده، ولا الموضوع خلاص ما بقاش فارق وبالنسبه المشاركه الثالث زي الرابع؟ بالظبط، انا اعتقد هو ده اللي هيحصل، خاصه ان الاثنين كانت الطموحات عاليه جدا بالنسبه لهم. يعني انجلترا كانوا يعني بيتكلموا على ان يلا الكاس الى المنزل. It's coming home. بالظبط It's coming home، ولكن طبعا الموضوع قاسي جدا عليهم والخروج ان هم ما يقدروش يحققوا اللقب. وكذلك في بلجيكا اللي كان عندهم جيل مميز جدا وجيل واعد وكل الكلام من حتى من قبل البطوله ان هم مرشحين للقب، وبالتالي انا اعتقد المباراه هتبقى يعني مباراه يعني تحصيل حاصل بالنسبه للمنتخبين وحتى اللعيبه. طيب احمد، يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا وكلامك الفني حول مباراه كرواتيا وانجلترا، وايضا في المباراه النهائيه والرؤيه لمباراه يوم السبت والحد ان شاء الله. كان معايا احمد ناصر حجازي الناقد الرياضي.